اهلا بحضراتكم من جديد، وبينضم لنا في هذه اللحظات الكابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي الصدق. كابتن محمد ده منور الدنيا، اهلا بيك. ربنا يخليك يا ابو حميد. ازيك؟ الدنيا زحمه شويه. لا زحمه شويه، ساعتين وثلث عشان اجي من المقطم. الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طبعا كنا بنتكلم عن النهارده، كان في استلام جائزه مهمه جدا، جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي عن افضل مؤسسه رياضيه عربيه النادي الاهلي. تعليق على هذه الجائزة، ودي للمرة الثانية النادي الأهلي بيفوز بجائزة الإبداع الرياضي لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. طبعا دي مش غريبة على النادي الأهلي، طبعا بيحصد كل البطولات والجوائز. النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا في الوطن العربي وإفريقيا، بنكون كمان واخدها وسط أندية كثيرة جدا جدا، دي برضو بتدي قيمة للجائزة، إثبات جدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت والاستمرارية أنه هو ياخد الجائزة تاني، فدي حاجة كويسة. طبعا بنشكر عليها مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب، دايما في تقدم طبعا للنادي الأهلي ومزيد طبعا من البطولات والجوائز. يعني أكيد كابتن ماهر همام، وانت برضو معانا، وسمعنا زميلنا محمد توفيق كان بيتكلم عن الجائزة النهاردة وورشة العمل والتفاصيل، تعليق حضرتك. احنا محظوظين يا محمد بصراحة، يعني تواجدنا في أجواء كلها انتصارات وكلها احتفالات بمجلسنا، مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. وعايز أقول لك إن الحاجات دي اتقالت يا محمد، لو نرجع للزمن كده من 4 سنين فاتوا، الكابتن محمود الخطيب لما كانوا بيكلموا على الملف ده ما شاء الله، يعني تقدر تقول 75% من الإنجازات اللي اتقالت في الملف اتحققت بنسبه كبيره جدا للنادي الاهلي. فانا عايز اقول لك دي طبعا انجاز للكابتن محمود الخطيب بيحسب له في تاريخه وادارته المحترمه لمجلس اداره النادي الاهلي. وعايز اقول لك ان الملف ده محمد كان من ضمن 54 ملف، فده اذا كان بيدل فبيدل على فعلا على اعجاز وانجاز النادي الاهلي كمؤسسه فعلا، مش في الشرق الاوسط بس، انا في رايي احنا وصلنا للعالميه بصراحه. يعني النادي الاهلي بقى من ضمن الانديه اللي بتنافس ريال مدريد، بتنافس برشلونه أكيد. من ناحيه البطولات، من ناحيه النتائج. فطبعا ان شاء الله الدوره الاربع سنين اللي جايين دول ان شاء الله هنشوف انجازات اكتر من الانجازات اللي مرت في خلال الدوره السابقه. عايز اقول برضو اكمل برضو عشان معايا تليفون مهم. طب اتفضل. طيب كابتن ماهر همام بيتكلم على انجازات، خلاص الاهلي تخطى فكره المنافسه القاريه والاقليميه وداخل في المنافسه الدوليه ان شاء الله خلال السنوات القادمه، احنا بنقترب من لقب الاكثر تتويجا مع ريال مدريد في الفتره اللي جايه. لكن النهارده كان في زياره مهمه جدا على هامش هذا الحفل، يمكن كابتن محمود الخطيب زار الجناح المصري في معرض اكسبو في دبي، وكان زياره مهمه جدا. بالتالي في هذه اللحظات معايا الكاتب الصحفي على الهاتف، الكاتب الصحفي الاستاذ محسن سميكا رئيس تحرير موقع الموقع، عشان يقول لنا تفاصيل بقى هذه الزيارة وزيارة الكابتن محمود الخطيب للجناح المصري وأبرز ما تم في هذه الزيارة. وكان الأستاذ محسن سميكا كان موجود بجوار الكابتن محمود الخطيب ووفد الأهلي في زيارته للجناح المصري. أستاذ محسن مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك، بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام الكباتن الكبار طبعا وكل السادة المشاهدين. طيب زيارة الكابتن الخطيب ل يعني الجناح المصري في معرض اكسبو دبي، وبالتاكيد فيها تفاصيل مهمه جدا محتاجين نسمعها من حضرتك. بالتاكيد، لو هتسمح لي سعيد، الاول انا عايز اقول ايه هو المعرض لاول مره من الساده المشاهدين يعرف القصه عباره عن ايه. معرض اكسبو ده حدث بيعقد كل يعني تقريبا بقى له 170 سنه، بيتم كل 5 سنين، بيتعمل في دوله معينه. لو عايزين نتكلم بلغه الارقام شويه، بتبقى فتره انعقاده تقريبا لمده 6 شهور. يعني اكسبو دبي في النسخه الحاليه ده بدا في 1 اكتوبر، هينتهي ان شاء الله في 31 مارس. بيكون في مشاركه من دول مختلفه، هذا الحدث تحديدا في مشاركه من 192 دوله على مستوى العالم. الدول دي بتعمل ايه؟ بتعرض افكارها، بتعرض مشروعاتها، بتبقى فرص لفكره الاستثمار وتبادل الاراء وتبادل الخبرات، بيبقى فكره الدول دي كانت ايه واصبحت ايه وتتمنى توصل لايه، وده اللي موجود تحديدا في الجناح المصري. الجناح المصري في الدولة المصرية كيف كانت وماذا أصبحت وماذا تريد خلال الفترة اللي جاية.
لو هصطحب حضرتك طبعا والكباتن الكبار والساده المشاهدين الجناح زي ما زاروا كابتن الخطيب النهارده وشرفوا شرفوا الحقيقه عدد كبير جدا جدا من نجوم المجتمع المصري والعالم اجمع تردد على الجناح، عدد كبير جدا جدا من الزائرين منذ انطلاقه او منذ بدايه الحدث بشكل كبير. زياره الكابتن الخطيب شرفت الجناح بالتاكيد بشكل كبير، رمز كبير وعالم كبير جدا جدا بالنسبه لكل الاهلاويه وبالنسبه للجمهور العاشر وكره القدم والمصريين بشكل عام. في جوه بالداخل عرض لهاتمين ثلاث كويس، لان الموضوع منقسم باكثر من مرحله. الاولى في القلب منها اقتصاديه، دي بتبقى سكرين كبير جدا جدا على مدخل الجناح وحضرتك داخل، دي بتعرض فرص الاستثمار في تنميه محور قناه السويس والفرص الاستثماريه الكبيره اللي بتقدمها الدوله المصريه والخدمات اللوجستيه والبنيه التحتيه اللي قامت بتطويرها الدوله منذ تولي الرئيس عبد الفتاح المسؤوليه. اول لما حضرتك بتلتفت على الشمال الجناح في المدخل على طول اللي هو مساحته 1000 متر على ثلاث طوابق، بنلاقي بعد كبير جدا جدا متعلق بالسياحه الشاطئيه، بنتكلم على دهب وبنتكلم على شرم الشيخ، بنتكلم على غردقه، بنتكلم على عدد كبير جدا جدا من المناطق الساحليه والشاطئيه واللي بيزورها عدد كبير جدا من السائحين، وقضيه الغطس وقضيه الغوص والحاجات اللي زي كده بصور وفيديوهات معبره جدا جدا. في نموذج لعدد كبير جدا من تماثيل الاثريه وطبعا وزاره السياحه والاثار، لان هذا الجناح الحقيقه بتقوم عليه الدوله المصريه والحكومه المصريه كلها بمشاركه كل وزارات الحكومه بشكل عام. احنا بنتكلم على المشاهير في كل قطاع حتى في الطابق الثاني، في بالنسبه للقطاع للشباب والرياضه وده كان باشراف طبعا دكتور اشرف صبح وزاره الشباب والرياضه، بنتكلم على نجومنا ونجماتنا في كل الالعاب الاولمبيه والرياضيه واهم الجوائز اللي حصلوا عليها سافرنا وخير السفير في الخارج كابتن الكبير محمد صلاح، طبعا له عرض كبير جدا جدا في الطبق الثاني برضه متعلق بهذا اللاعب. ومحمد صلاح في ارقام بالنسبه للضيوف اللي بيزوروا الجناح المصري وهم مش من الدوله المصريه، طبعا بتشرف عليه بشكل كبير جدا وزاره التجاره والصناعه، دكتور نيفين جامع هي المعنيه بشكل كبير جدا بالجناح وبكل ما فيه، ويمكن حتى الجزء الاشرافي بالتاكيد متعلق بوزاره التجاره والصناعه اللي مشرف عليه، وان كانت زي ما قلت لحضرتك كل الوزارات الحكومه او وزارات الحكومه مشاركين فيه. كابتن الخطيب اثنى على التنظيم الجيد، اثنى على الوضع داخل الجناح وانه واجهه كبيره جدا ومشرفه كبيره جدا للدوله بيتضاعف يوم عن الثاني نتيجه ان اللي بيزور الجناح في المره اللي بعدها بيصطحب اهله وبيصطحب اسرته من كل اللي موجودين في الامارات بشكل عام في تمام. الامارات الو طيب، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذ محسن سميكة الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع الموقع. طيب راجعين برضو لحديثنا، وكابتن حشيش كنت عايز تقول حاجه بخصوص عايز اضيف برضو الجائزة. حاجه على طبعا الجائزه بتاعه النادي الاهلي، عايز اقول ان الجائزه دي بتقيم على اساس حاجات كثيره جدا، يعني مش بس على اساس النادي الاهلي، طبعا نادي القرن في افريقيا او صاحب البطولات الكثيرة. كانت هي كرة بس يعني. لا طبعا على حاجات كثيرة جدا، أولا طبعا جميع الألعاب الرياضية اللي في النادي الأهلي، كرة قدم وخلافه، حصد بطولات في جميع الألعاب دي، كذلك برضو النادي كنادي اجتماعي، النادي الأهلي مؤسسة كبيرة، مؤسسة اجتماعية كبيرة. لا والمرة دي كمان الجايزة على الدور كمجموعة اقتصادية، أنت عملت مجموعة اقتصادية للتمويل الذاتي. لسه حضرت لك أقول لك يعني غير الشركات اللي أنت عاملها، شركة الكورة، شركة الخدمات، المنشآت، الحاجات الكتيرة، الأكثر من فرع للنادي الأهلي بقى موجودين، الاستاد إن شاء الله اللي هيتعمل على مستوى عالي، كذلك برضو الدور لخدمة المجتمع، النادي الأهلي عنده بيهتم طبعا بالطفولة، عنده ناحية ثقافية، عنده ناحية اجتماعية، عنده ناحية فنية، حتى في الآخر شفنا إنه بيرعى برضو ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني النادي الأهلي الحقيقة ماشي في مجالات كتيرة، وهو ده اللي مخلي النادي الأهلي طبعا مؤسسة كبيرة يستاهل أن يكون فعلا هو النادي رقم واحد في الوطن العربي وفي إفريقيا، وإن شاء الله قريبا دوليا كمان إن شاء الله بإذن الله. طيب كابتن ماهر همام، نرجع بقى للكرة، وكنا بنتكلم على منافسات كأس الأمم، ومنذ لحظات انتهى الشوط الأول ما بين الكاميرون وبوركينا فاسو بتقدم الكاميرون بهدفين مقابل هدف. بوركينا تقدمت بهدف لكن الكاميرون اتحسب لها ضربتين جزاء، والافتتاح بالتاكيد كان حاجه مبهره، وكلنا سعدنا بالتاكيد
استضافة الكاميرون كدولة إفريقية بالتأكيد كلنا بنقف جنبها في هذا الحدث الكبير. ومن خلال كلامك يا محمد عايزين نحيي إيتو بصراحة، صامويل إيتو. احنا كنا بنتكلم قبل الهوا انها شخصية احترافية على اعلى مستوى، كان لعيب مؤثر بشكل كبير جدا في منتخب الكاميرون ثم مع احترافه الخارجي، وده اللي اداله الجرأة والقرار والشخصية ان هو يقيم الدورة في وقتها. احنا سمعنا الدورة كانت ممكن تتأجل، المنشآت مش جاهزة، البنية التحتية مش مظبوطة، لكن كان في تصميم من إيتو ان هو تقام هذه البطولة، فانا بحييه على الجرأة وعلى الشخصية وعلى القرار اللي اخده في هذا التوقيت. في نفس الوقت عايز اقول لك يا محمد، موضوع كورونا يعني بيقلق. احنا من قبل بداية الدورة وفيروس كورونا لط اكتر من 10-12 منتخب واكتر من ما يقرب عن حوالي 20 أو 30 لعيب. فيعني انا شايف فنيا ان البطوله دي مش هتوصل زي ما احنا متخيلين، يعني هيبقى في مشاكل من ناحيه اصابات كورونا هتاثر بشكل كبير جدا على الاداء الفني. بس يا كابتن حشيش انا شايف ده موجود حتى في الدوري الانجليزي وموجود في الدوري الايطالي، لدرجه حتى ان الرابطه في ايطاليا يعني خدت قرار بان حتى حضور الجماهير بعد ما كان بكامل العدد رجعت بقت 5000 بس في المباراه الجايه. فالموضوع كمان تاثيره مش شايف على افريقيا بس، ده موجود حتى في كل دول اوروبا. لا هو الحقيقه التاثير طبعا على العالم كله، والموجه واضح انها في ذروتها، ودي خطوره الموضوع زي ما كابتن ماهر قال. ممكن تأثر فنيا لأن طبعا هتأثر على لو حصل إصابات للعيبة، ممكن تأثر على التشكيلات الأساسية بتاع الفريق. مظبوط. طبعا مفترض أن الـ 25 لعيب أو الـ 28 لعيب كلهم على مستوى واحد، بس طبعا في نجوم ونجوم كبيرة بتدي أو بتضيف للفرق وللمباريات طابع جميل، بتدي شو حلو، الناس عايزه تتفرج في الاول وفي الاخر على نجوم طبعا كبيره وعالميه وابرزهم طبعا محمد صلاح. انما احنا بنقول يعني ربنا سهل ما بقاش فيه زياده في الحته دي. تمام. لان هم كمان حطوا قرارات قال لك هنوصل لمرحله لو 11 يا كابتن ماهر بدون حارس مرمى هنلعب. طب كابتن ماهر هل شايف فيروس كورونا هو اللي هيكون اكبر منافس للمنتخبات؟ انا شايف ان فيروس كورونا هيبقى اكبر منافس في الاخر. احنا شكلنا هنلعب الفاينل مع كورونا، يعني لو ياخد الكاس يعني لما تسال منتخب المغرب مين اكبر منافس ليك في البطوله مش هقول لك الجزائر ولا نيجيريا ولا مصر، هقول لك الفيروس اللي ممكن يستبعد 5-6 لعيبه اساسيه. طبعا. فاحنا نتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان يعني هم طبعا موضوع المساحات وحته التامين على اللعيبه والكنترول بالنسبه للكاميرون من الناحيه الصحيه، اتمنى ان شاء الله ان ربنا يعني يسترها على لعبتنا احنا بالذات وطبعا على بقيه الفرق. لكن عايز اقول لك حاجه محمد، زي ما حشيش قال نجوم كبار جدا افارقه موجودين في الدوري الاوروبي، فالنهارده احنا كل الاضواء متسلطه على الكاميرون، عايزين نتفرج على اللعيبه دي، عايزين نشوف اداء اللعيبه دي مع المنتخبات بتاعتها. فنتمنى النهارده يكون الافتتاح قوي جدا، يعني تبقى البدايه مبشره، ويعني نكون عند يعني نكون موضوع كورونا ده نتغلب عليه ان شاء الله من خلال الاداء الفني اللي احنا محتاجينه من المنتخبات ان احنا نشوفه في خلال الفتره اللي جايه. وواضح يا كابتن ماهر كمان من البدايه، انا طبعا جاي في العربيه بسمع طبعا المباراه في الراديو، واضح ان الفرق كلها جايه طمعانه، كل الفرق عندها طموحات. بوركينا فاسو يعني في اول مباراه مع صاحب الارض والمنتخب الكبير قوي الكاميرون، وغايب عنها 5 لعيبة وغايب عنها عشان برضو الكورونا، انما بتحرز هدف، وكانت هي لغايه يمكن الدقيقه انا 30 مثلا او 25 هي المسيطره وهي الاخطر على الجون بتاع الكاميرون ويجيبوا جون. طبعا انا مش عارف بقى تفاصيل طبعا ضربه الجزاء الكاميرون من ضربه الجزاء ضربه الجزاء الاولى برضو انا سمعت وقالوا ان هو في الاول يعني ما حسبش وبعدين راح للفار حسب، فمحدش عارف الثانيه كمان مصطفى غربله وحكم المباراه. كان في اقاويل كثيره جدا بتقول يا برضو التحكيم ودايما بيروح لصاحب الارض، فضربتين جزاء في البدايه الله العالم طبعا اذا كانوا صح او فيهم حاجه، بس انا وجود الفار لا اعتقد الفار اللي في كاس الامم مش زي اللي هنا لا يعني وجود الفار اكيد هيبقى فيها شيء من العداله يعني لكل الفرق.
لا وكمان ضربه البدايه بتديها الحكم الدولي جزائري مميز مصطفى غربال. بالمناسبه صحيح. كمان محمود البنا المصري حكم رابع في طبعًا. المباراه دول برضك محمد يعني حكام دوليين ومحترفين بشكل كبير جدا ويهمهم كمان انهم ينجحوا. فطبعا البدايه اذا كانت الحكم جزائري بالقيمه ديت فاكيد يعني قيمه الافتتاح وقيمه الفرقتين تحتم على كمان ان الحكم يطلع بالمباراه لبره الامان. وانا عايز اقول لك ان لو البدايه بهذا الشكل احنا ان شاء الله يبقى هنتبشر ان الفتره اللي جايه فعلا هتكون بطوله على اعلى مستوى باذن الله. طب هل تتوقع مباراه نيجيريا ومصر؟ كلنا احنا منتظرين ان شاء الله نتيجه المسحه بالكثير يعني ما طلعتش النهارده بالليل يبقى بكره الصبح ان شاء الله باذن الله تبقى سلبيه. لكن ممكن كارلوس كيروش يبدا البطوله ازاي قدام نيجيريا في ظل ان نيجيريا غايب عن صفوفها لعيبه مميزه ابرزهم طبعا فيكتور اوسيمين نجم نابولي؟ هو طبعا هتبقى مباراه قويه بينه وبين نيجيريا. يعني طول عمرنا اللقاءات اللي بين مصر وبين نيجيريا بتبقى لقاءات قويه بشكل كبير. يعني مستر كروش في خلال المؤتمر اللي قبل السفر للكاميرون اتكلم على ان يعني كاس الامم الافريقيه يعني مش مطلوب منه ان هو يحققه في خلال هذه الفتره، المطلوب منه كاس العالم. ورد عليه بقى طبعا اتحاد الكوره اعضاء مجلس الاداره ورئيس الاتحاد وقال لا احنا ان شاء الله رايحين ننافس لازم ننافس بالظبط كده. فلكن عايز اقول حاجه محمد، احنا بقالنا فتره ما لناش شكل بالنسبه لمنتخب مصر. يعني يعني الثبات بالنسبه للتشكيل، يعني احنا اتعودنا ان عشان بقالك شكل وبقالك استراتيجيه لازم يبقى في ثبات في التشكيل. احنا تقدر تقول من بعد المباراه الافريقيه في التمهيد الاولاني ثم البطوله العربيه بقى عندنا شكل وثبات في حراسه المرمى الشناوي، عندنا ثبات وشكل في الاربعه اللي ورا اكرم والونش وحجازي وفتوح، عندنا شكل وثبات في السوليه الاثنين 6 و8 اللي موجودين على الدايره حمدي فتحي السوليه. لكن الجزء اللي قداماني كان فيه لعب بشكل كبير جدا. احنا نتمنى بقى اللعيبه كان ثابت على الورق يا ابو كباتن. نعم هو كان ثابت على الورق لكن كان في تغيير كتير جدا. هو بيغير عشان يعني انا في اعتقادي التبديل ده كله كان عشان يشوف مين الاحتياط بتاعه الاساسيين اللي هم صلاح ومصطفى محمد وعمر ومرموش وتريزيجيه او تريزيجيه على حسب الحاله بتاعته. فهو يعني شبه ان هو طبعا يعني مقتنع ومتاكد من الخط الهجومي. هو كان بيغير بقى التبديل والتوفيق دي تحسبا لاي حد من الناس دي ممكن يكون في حاجه. لكن عوده بقى المحترفين يا محمد في الخط الامامي انا اتمنى بقى يعني اتمنى عوده المحترفين زي ما حشيش كده ذكر صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى. فاتمنى بس حته يبقى احنا عندنا اصرار وعندنا حب للشعار وان احنا في حين رايحين نعمل حاجه، لان انت بالاكتمال للخط الهجوم اكيد بقى عندنا ثبات وتشكيله فعلا يعني ما فيش افضل من كده. فنتمنى بقى حته الروح هي اللي هتفرق بس، لكن الجانب الفني احنا ضامنين الجانب الفني من طيب. من هؤلاء اللاعبين. هنرجع نتكلم على الجانب الفني وهسالك على تريزيجيه، هل عودته ممكن يكون في التشكيله الاساسيه ولا لسه هيستنى عليه شويه؟ اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم على الجزء الفني، وهل تريزيجيه ممكن يكون بدايه عودته مع المنتخب مباراه نيجيريا ولا كارلوس كيروش هيستنى عليه شويه؟ كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد بنتكلم عن استعدادات منتخبنا لمباراه نيجيريا. بالمناسبه كابتن حشيش كابتن ماهر بشوف كده اخبار كاس الامم، يمكن منتخب المغرب هيلعب مباراه مع غانا، خط هجوم المغرب بالكامل غايب بسبب اصابات كورونا بالكامل. تخيل المغرب المرشحه هو الفيروس هيكون هو المنافس الاول. الفرق هتوصل نهائيات ازاي؟ الشكل ده اللي هو اصلها باين انها بتزيد، يعني القصه شكلها بتزيد، فربنا يستر يعني. بس ودي فعلا هتغير الخريطه التوقعات تماما. يعني الناس اللي متوقعه دايما اللي هم كلاس A اللي هم هيبقوا في المربع الذهبي ممكن تلاقي منتخبات تانية موجوده. السنغال بدون ادوارد ميندي الحارس الاساسي وحارس تشيلسي وكوليبالي مدافع نابولي مش موجودين في اول ماتش بسبب الكورونا. اوباميانج برده نفس القصه عنده، الجابون يعني برده كان ممكن تروح برضو حته ابعد يعني. فممكن القصه دي تحدد فعلا البطوله السنه دي يعني. طيب نرجع لتريزيجيه، بعد غياب اكتر من حوالي 9 شهور بسبب الرباط الصليبي وكلنا سعداء بعودته دلوقتي بعد الاصابه الصعبه اللي تعرض لها، هل كارلوس كيروش ممكن يدفع بيه في البدايه؟ انا ما اعتقدش بصراحه. يعني انا ما اتوقعش انه يبدا بيه. بقى له فتره غايب، اللعيب برضو لما يبقى غايب فتره من اصابه واصابه قويه حتى لو خف 100%
بيبقى يعني نازل برضو المباريات الآن، فما بالك بقى كابتن ماهر نازل في مباراة زي نيجيريا وفرقة قوية، وطبعا الالتحامات هتبقى شديدة وهيبقى فيه تخبيط جامد وقوة، لأن مباراة مصر ونيجيريا هتحدد بطل المجموعة بشكل كبير. وأنا أعتقد إن الفرقتين بيسعوا إن هم يكسبوا من البداية عشان حتى يدوا إنذار لبقية الفرق، البطل اللي عايز ياخد بطولة من أول مباراة، وخصوصا لما بيكون البطولة خارج أرضه بيبقى من البداية عايز يوجه إنذارات وعايز إن هو يدوس على الفرق الكبيرة من البداية عشان يقول أنا مش جاي بس أطلع الدور اللي بعده، أنا جاي أخش على النهائي. فما أعتقدش كيروش إن هو هيجازف ويلعب تريزيجيه، ممكن يلعب مرموش شافه قبل كده طبعا، ولعب خلال الفتره اللي فاتت وبيلعب في المانيا على طول، والراجل اساسي على طول وعنده مستوى عالي، شفنا تالق منه في الفترات اللي فاتت اللي لعب بيها، وعشان كمان برضو يخلي حد زي تريزيجيه برضو بديل جامد يبقى في عنده احتياطي او دكه قويه يعني. اكيد كابتن ماهر برضو نفس الموضوع، لو انت مكان كارلوس كيروش تبدا بتريزيجيه تستفيد بخبراته، لان عمر مرموش برده مش بنفس خبرات تريزيجيه، ولا لسه لانه ما لعبش حتى مع استون فيلا غير جزء من المباراه الاخيره في الدوري؟ يعني بعد المدربين يا محمد بيقول لك ادفع بالقوه الخبره كلها في البدايه. من البدايه مباراه زي نيجيريا مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، يهمنا جدا ان احنا نحقق فيها فوز عشان نقدر نتصدر المجموعه ونبعد طبعا عن الجزائر بالظبط. فمن ضمن المدربين يقول لك ان انا ادفع بكل الخبرات اللي موجوده معايا في مباراه البشكليت، والخبرات طبعا ممثله في كل خط، احنا عندنا الشناوي في خط حراس المرمى، عندنا حجازي في خط الظهر، عندنا النني في نص الملعب، عندنا صلاح وتريزيجيه، فتقدر تقول النسبه بتاعه اللعيبه المحترفين الخبره متوازنه قوي في التيم، فخمس لعيبه متوزعه على الخطوط بشكل احترافي. فانا شايف ان التريزيجيه يبدا بيه، ويبقى انا عندي دم جديد زي مرموش اقدر استعين بيه لو انا احتاجته في الشوط الثاني. دي بعض الخبرات ممكن تقول كده، وراي حشيش برضك من ضمن الراي اللي بيدور في ذهن الراجل، ان انا بالظبط اريح تريزيجيه واقدر استفاد منه الشوط الثاني وادي مرموش، وانا شفته في خلال الفتره اللي فاتت ديت ان هو ولد فعلا مبشر، وان هو كان صاحب الفضل ان هو يدفع بيه وان هو يعرفه على الكره المصريه. فبعض الارائين يا محمد، يعني الراي ده والراي ده ممكن يبدا بيه او في فكر الراجل بشكل كبير. انت عارف اللعيب اللي بينزل دايما بديل في الشوط الثاني بيبقى نازل بكامل قوته، واللعيبه بتبقى استهلكت يعني بتبقى خلاص بذلت مجهود، ويعني يمكن 70-80% من طاقتها، فبيبقى برضو لما بتنزل انت فايق كراجل جاي من بعيد وتبقى فايق، غير ما بتبدا من الاول في الالتحامات القويه في الحاجات في السرعات القويه في الحاجات دي. فاعتقد وهي برضو في الاخر مدارس زي ما الكابتن ماهر بيقول، مدارس ممكن يبقى كده او كده يعني. طيب عمرو السوليه، كلنا عارفين السوليه الفتره الاخيره كان مصاب من الفترة اللي فاتت يعني، وقالوا إمكانية لحاقه ممكن تكون بعد أول مباراة. تمام. ممكن يدفع بيه مباراة نيجيريا يفاجئنا ولا صعب؟ برضو أنا ما أعتقدش. يعني المنطق بيقول أو خبرة الكرة علمتنا إن برضو إصابة عمرو لازم تاخد وقتها كويس، لأن لا قدر الله ممكن يبدأ فيه زي ما أقول لك أنت بتلاعب يعني المنافس الأقوى في المجموعة بتاعتك نيجيريا، فهتبقى مباراة قوية جدا من البداية. شايف تصريحات اللعيبة كمان بتاعت نيجيريا، أحمد موسى والناس دي عمالين يعني يقولوا لا احنا بيسخنوا شوية وكده، وهو طبيعي ان تبقى مباراة قوية على أساس بقول لك هي صدارة المجموعة من البداية. فعمر لو ابتدى برضو ممكن لا قدر الله انت تخسره بقى البطولة كلها، فانت بالتدريج مش الحال ماشي واخد بالك لغايه ما برضو ياخد، انت في الوقت ده بتبقى عايز اطول وقت ممكن لاستشفاء اللعيب او العلاج من الاصابه بتاعته يعني. اكيد كابتن ماهر، نيجيريا وصلت بدري يمكن قبل منتخبنا بحوالي 3-4 ايام ولعبت مباراه وديه مع القطن الكاميروني وفي غيابات مؤثره، بس في نفس الوقت تقدر تقول المدرب ابتدى يشتغل على القماشه اللي معاه. هل نيجيريا بوصولها مبكرا ولعبها مباراه وديه في الاجواء هناك مع كمان احتماليه حضور جمهور كبير جدا من نيجيريا، انها جروا على الحدود مع نيجيريا،
كل دي عوامل ممكن تدي يعني ادفانتج فرص لنيجيريا اكتر مننا، ولا في الملعب القصه مختلفه تماما عن كل المعطيات دي؟ اكيد في عوامل بتساعد يا محمد، يعني ان انا اجي بدري شويه واخد بالك اخد على الاجواء، الجو الارضيه الملعب، الاجواء الخارجيه الداخليه المعسكر، وبعدين اعمل مباراه تجريبيه، فدي جرأه من المدير الفني بصراحه، يعني كمان عشان يعيش الناس في الاجواء، تبقى الناس جاهزه عنده، يقدر من خلال المباراه التجريبيه اذا كان عايز ينفذ طريقه لعب، عايز ينفذ جمله مهمه جدا بالنسبه له. فطبعا واضح ان يعني شطاره من المدرب وفكر بالنسبه له. لكن طبعا المباراه الحبيه غير المباراه الرسميه، يعني النهارده بتلعب مع خصم محلي غير ما هلعب مع منتخب مصنف، منتخب مصر من ضمن المنتخبات اللي خدت البطوله 7 مرات، اكتر فريق فاز بالبطوله بالظبط، وبعدين منتخب مصنف عنده لعيبه من المحترفين، عنده لعيبه من المحترفين المحليين كمان على اعلى مستوى. فاكيد هو طبعا عامل حسابه بالنسبه لمصر بشكل كبير. عايز اقول لك يا محمد، حتى لقاءاتنا احنا مع نيجيريا بتبقى لقاءات قويه، احنا تملي منتخب مصر بيحب بيحب الفرق الكبيره المصنفه، بيحب يلعب معاها، الاداء بيختلف، الدوافع بتاعتنا بتختلف، اللعيبه بتبدا يبقى عندها شيء من الانتعاش، شيء من الحميه، وهم عارفين ان بيقابلوا منتخب مصنف فيه حوالي 28 لعيب محترف، فكمان هيبقى فيه نديه بشكل كبير جدا للفرقتين. فانا شايف ان احنا يعني استعداداتنا في البطوله العربيه كانت استعدادات جيده للجروب او المجموعه اللي كانت موجوده مع مستر كروش، وفي نفس الوقت المحترفين اللي في الخارج كانوا بيأدوا، محمد صلاح كان بيلعب، تريزيجيه يمكن لعب مباراتين او ثلاثه بعد الاصابه، مرموش شغال في الدوري الالماني. ف يعني الكلام ده ان شاء الله باذن الله مش هيفرق معانا، بالعكس هيدينا دوافع اكتر. تمام. فانا شايف البدايه هتبقى قويه بالنسبه لمنتخب مصر. نيجيريا على مستوى التاريخ معانا في كاس الامم نتائجنا معاها مش افضل شيء، لكن اخر مناسبه واخر مواجهه بيننا وبينهم كانت الجوله الافتتاحيه في البطوله اللي نظمتها انجولا عام 2010 وكسبنا نيجيريا، ودي اللقطه الاخيره اللي بيننا وبينهم في منافسات كاس الامم. شايفها ازاي بقى الفكره دي؟ فقل حسن طبعا ان نبدا احنا بنيجيريا. بص، جميع الفرق الافريقيه بتعمل حساب لمنتخب مصر. صحيح. تاريخ منتخب مصر باكبر حصد للبطولات الافريقيه، اقدم اتحاد كره، مؤسس الاتحاد الافريقي، الكلام ده كله ايام ما بدات مصر في تاسيس الاتحاد والاتحاد الافريقي. كابتن ماهر كانت في منتخبات من دي لسه ملهاش وجود بالظبط. اللعيبه اللي موجوده لو قيمناها حتى لعيبه منتخب مصر يا محمد، لعيبه سواء المحليه او المحترفين، اللعيبه المحليه قوام تقريبا اهلي وزمالك، اهلي بطل ابطال افريقيا، اللعيبه دي واخده بطولات، اكبر بطولات في القاره، كذلك نادي الزمالك ووصل لغايه النهائي السنه اللي فاتت، لعيبته واخده برضو على البطولات، اللعيبه الدوليه بتاعتنا لعيبه على مستوى عالي بتلعب في انديه كبيره وعلى راسهم طبعا احسن لاعب في العالم موجود في المنتخب. فرقه الارجنتين كانت تقريبا 50 و60%، بس اللي كان مزودها هو ميسي. انت كنتش تعرف 7 8 منهم لولا ميسي، ما تعرفش المنتخب كله. الناس نازله تلاعب منتخب الارجنتين باصه لميسي، فانت كذلك برضو انت الناس كلها باصه وعامله حساب كبير جدا جدا. يمكن بعض كمان الفرق تكون بانيه خططها الدفاعيه على محمد صلاح، تقدر انت تشتغل على الجانب الاخر، انت تقدر يعني وجود محمد صلاح هيديك قوه كبيره جدا. منتخب مصر عودنا ان هو في الدورات المجمعه وفي الحاجات دي الروح بتظهر والاصرار والكلام ده، عشان كده كيروش لما قال التصريح ده الناس كلها طبعا زعلت واتضايقت، ازاي انت، طب انت يعني حتى بلاش عشان الجمهور، عشان اللعيبه بتاعتك، انك انا الراجل انا راجل رايح معاك لدوره وانت وشايف منك ان انت بتقول يعني انا مش قوي انا عايز اخش على اللي بعده، لا ما انت لو ما عملتش كويس في ده مش هتخش على اللي بعده. صحيح. يعني مش هتقدر توصل، احنا مش خلاص ضمننا الوصول لكاس عالم، انت بتتكلم على ماتشين بعد كده ممكن او لا، فانت خاصة انك في التصنيف الثاني وهتلعب ماتش العوده خارج ملعبك. تجهيزك لفرقه منتخب مصر واحراز منتخب مصر البطوله هيفرق كتير، هو اللي هيفرق معاك في المباراتين اللي هتخليك تعبر لكاس العالم. فاعتقد ان هو رجع تاني يوم استدرج الموضوع وغير شويه في التصريحات وكده،
وكذلك لما جه الكابتن جمال علام طبعا رئيس الاتحاد الجديد، بنبارك له طبعا هو المجموعه بتاعته. اول حاجه عملها بعد ما النتيجه طلعت نزل قعد مع المنتخب وقال لهم لا احنا رايحين ناخد البطوله، لان انت حتى لو مش حاسب بالقطع يعني انت روح والعب وحاول تنافس، حتى لو جواك يا محمد انت حتى لو جواك انت حاسس ان في فرق مثلا بعض الفرق اقوى انت كذا، ما ينفعش التصريحات دي. يعني أنا اتمنى يكون بيعمل تمويه يعني اتمنى ممكن ده ممكن. طيب وده اللي بيديك يا محمد المشهد ده يديك الثقه انت من خلال ادائك في الكاس الامم الافريقيه ووصولك ان شاء الله لادوار نهائيه، هو ده اللي بيطمنك لكاس العالم. طيب كابتن ماهر جزء من المشهد ده وتحضير كروش للبطوله كان عنده اصرار غير طبيعي انه ما ياخدش ال 28، الى ان جاءت موضوع المسحه الكورونا وطلع الحضر ايجابي وكمان محمد ابو جبل، فقال لك خلاص بقى نستدعي الثلاثه اللي من بره وسافر ب 26 في انتظار عوده ابو جبل وابراهيم عادل خلال الفتره اللي جايه. هل فكره عدم السفر بال 28 واصراره على 25 ثم بعد كده خد باقي اللعيبه، يعني برضه هو كمدير فني ليه بيفكر في يعني انت الاتحاد الافريقي مديك اللائحه 28 لاعب، ليه عايز تقلل العدد؟ يعني انت مديلك يعني مديلك فرصه اروح انا بالعدد الكامل معايا ما اضمنش الظروف ايه اللي بيحصل يعني، لكن اسيب اللعيبه هنا وبعدين يبداوا يحصلوني، فهي دي كانت معرفش قرار كروش. وبعدين يا محمد عايز اقول لك حاجه، المفروض ان اتحاد الكوره بيشارك في هذا القرار مش كروش بس حشيش طبعا، يعني اتحاد الكوره كمان له كلمه ما شاء الله يعني كلهم واضح ان محدش كان بيراجعوا في اي حاجه. لا يعني انت اتحاد الكوره الجديد يعني في ما شاء الله النخبه عندنا خالد الشرندالي وهنتكلم على الفتره السابقه الراجل ما لحقش فلازم كمان يكلمهم يبقى تدخلات معاه بشكل كبير جدا. يعني كابتن ماهر برضه حاجه يعني انا ناس جات لها كورونا المفروض بقى ان انا جربت وشفت وكنت واخد 40 واحد في قبل ما اسافر كان بالظبط في البطوله العربيه القوام بتاع المنتخب اللي هختار منه، فاكيد عندك ناس ستاند باي موجود. ان مجرد ما واحد سافر انا اجيب بديل خلاص واللي بقى بس انت بتستدعي من ال 40 لو في اصابه خطيره بتقرير طبي مش كورونا تمام تمام يعني الكورونا ما تستبدلش عشان كده هي الاصابه الوحيده بتاعت لعيب محمد حمدي ولغايه اللحظه دي لسه ما خدوش الموافقه الطبيه على ان هم يعني هم خدوا معاهم داوود احتياطي لغايه لما ياخدوا الاقرار الطبي ان هو يستبدل تمام، لكن لسه لغايه اللحظه دي ما خدوش. طب لو كان واخد ال 28 بقى من البدايه كان افضل بكتير بالظبط، ما كانش محمد حمدي لعب مباراه وديه مع بيراميدز وتعرض لاصابه. ودي شخصيه المدرب يا محمد، يعني شخصيه كروش من البدايه ان هو لما جه فرض الشخصيه دي على منتخب مصر، فبعض القرارات ما حسيناش بالشخصيه القويه فيها يعني حته البطوله العربيه وحته التغييرات الكتيره اللي حصلت في الخط الامامي وبعدين انت خدت ناس وبعدين سبت ناس، يعني ليه اللخبطه دي؟ ما احنا ماشيين من البدايه واخد بالك 28 لعيب وبدات تشوف 28 لعيب وبدات تختار 28 لعيب وهم اللي كانوا موجودين معاك فهموا فكرك وفهموا استراتيجيتك وفهموا ادائك بتفكر في ايه، اطلع بيهم واخد قرار بال 28 دول اطلع بيهم على كاس امم افريقيه، الناس عاشت معايا وتعاشت معايا ففهمت انا بفكر في ايه في الفتره اللي جايه، طريقه اللعب هلعب بيها ازاي، استراتيجيه هلعب ازاي، التغييرات اللي عندي مين هيبقى مكان مين بدل مين، كل الكلام ده محمد شغل كروش وشخصيته من بدايه توليته المهمه. فترات كده حسينا ان بدا بشخصيه قويه يعني طمنا ان فعلا في قياده قويه جدا هتدير المنتخب في خلال هذه الفتره، وبعدين بدانا مع البطوله العربيه حشيش بدانا نحس بقرارات بدات تتلخبط شويه. هي قويه بس كان لازم يبقى في بعض المرونه. يعني هي كانت شخصيه قويه ودي حاجه كويسه ان المدرب وانت طبعا مدرب كبير يا كابتن ماهر الشخصيه القويه مهمه قوي بس محتاجه مرونه لان بالزبط. انت برضو جاي على اجواء مختلفه نمط من اللعيبه مختلف نظام دوري مختلف نظام فانت كان لازم برضو انت بتتعلم زي ما اللعيبه بتتعلم منك أكيد. انت بالزبط. بتتعلم من القصه اللي حواليك لازم يعرف انه بيدرب منتخب مصر وخصوصا كمان حشيش انه بقاله فتره قليله يا محمد مش بقاله مثلا 3 4 اشهر 5 اشهر موجود معانا لا فترته كانت قليله بس انا شايفك يا كابتن ماهر انا في رايي يعني محمد كروش ملوش حجه لان هو لعب معانا افريقيا لعب بطوله قويه جدا انا بقول لك ان البطوله العربيه دي لا تقل عن البطوله الافريقيه بالزبط. كان عندك استعداد وادينا لك السماح وكنا متقبلين ان انت تجرب لعيبه كثيره جدا عندك دوري قوي عندك كمان زي ما بيقولوا بلغه الكوره قماشه كبيره جدا في اكتر يعني انت ساعات كان في مدربين لمنتخب مصر
في بعض المراكز ما بتلاقيش حد بيقول لك المكان ده لا. انت دلوقتي عندك في كل مكان لعيبه كبيره، عندك محترفين على مستوى عالي جدا. في منتخبات مثلا فيهم واحد بس بيعملين قصه عليه، لا انت عندك اكتر من واحد. حتى انا في رايي المحليين بتوعنا لا يقلوا عن المحترفين. احترامي طبعا. نقطه محمد هنا مهمه جدا بقى، لازم اللعيبه كمان تساعده، لان احنا خد بالك في فترات بتبقى قاسيين على المدير الفني، المدير الفني، المدير الفني، في فتره محتاجه اللعيبه نفسها بالظبط كده. فانت النهارده البطولات دي زي ما حدش اتكلم، البطولات الطويله دي اللي فيها معسكرات، اللي فيها الالفه، التجانس، القعده مع بعض، هنا بقى بيبان الروح يا محمد. الروح احنا بس محتاجين الروح، احنا من كاس العالم مفتقدين الحته دي، روح روح مصر، روح لعيبه مصر. زي ما قلت لك، زي السوليه، زي حمدي فتحي، زي طارق حامد، زي حجازي، زي الونش، زي الشناوي، هم دول العناصر اللي بيدوا لك روح، محتاجين بقى اكتر من الفرقه كلها. اعتقد وجود وائل جمعه كمدير للمنتخب طبعا، ولعب بطولات افريقيه عديده طبعا، هينقل الخبرات دي، هيبقى دور كبير جدا طبعًا في المواصلات. طبعا الجانب الاداري مهم طبعا محمد، كتير وائل في بطولات افريقيه، لكن الجانب الاداري مهم، وقياده الفريق كمان مهم. محمد صلاح له دور كبير جدا بالخبرات، انه يلم الناس، واخد بالك، وهو اول واحد تبدا الناس تحس ان محمد صلاح عايز. صلاح يعني الفترة اللي فاتت دي بيتكلم بيقول روح منتخب مصر، الألفة، الحماس، احنا رايحين ان شاء الله نشرف مصر، نشرف الكرة المصرية، الكلام ده كله كلام جميل جدا، لكن في أرضية الملعب بقى بيبان روح اللاعب الدولي غير روح اللاعب المحلي. وانا بلعب مع النادي، بلعب مع النادي مثلا وروحي مثلا 6 من 10، لكن لما اروح البس تيشيرت منتخب مصر يا محمد بلدي، روحي بتبقى 100 على 10 بالظبط كده طبعًا. طيب، وده بنشوفه في شمال افريقيا بالذات، يعني الجزائر، لعبت الجزائر، المغرب، لعبت التوانسه، واحنا مش اقل منهم اكيد. فمهم جدا الحته دي تفرق معانا قوي. واحنا في الجزء الاخير من الحلقه ما اقدرش برضو ما اتكلمش على كاس الرابطه، واولى مباريات الاهلي ان شاء الله يوم الخميس امام الجونه، لكن بيواجه الاهلي فتره غيابات، فيها غيابات عديده جدا، سواء 9 في كاس الامم في الكاميرون، في غيابات بسبب الكورونا، النهارده الاعلان عن ايجابيه 5 عينات لخمس لعيبه. ممكن الجهاز الفني يتعامل ازاي مع الفتره اللي جايه؟ وفي ظل الغيابات دي هيصعد بالتاكيد لعيبه من قطاع الناشئين طبعا، مدى الاستفاده بقى من مباريات كاس الرابطه في ظل الغيابات دي وهو بيحضر لكاس العالم للانديه؟ كابتن حشيش، هو طبعا هي فرصه كويسه طبعا، مهما كان التدريبات مش هي كل حاجه بالنسبه للاعب، لازم يبقى فيه مباريات. احنا كنا الاول بنعمل مباريات وديه، دي مباريات رسميه مع فرق موجوده في الدوري الممتاز. اللعيبه اللي موجوده زي مثلا لو هنقول يعني اللعيبه اللي ما بتلعبش في النادي الاهلي عمار، واللعيبه اللي ما خدتش فرصها كويس خلال الفتره اللي فاتت، او خدت مثلا اجزاء بسيطه، هتقدر تشوفها على مدار مباريات مش اجزاء، ودي هتدي ثقه للعيب. اللعيب برضو بيبقى نازل في مباراة رسمية في الدوري مثلا ممكن نص ساعة، ممكن يبدأ المباراة دي لو ما كانش كويس قوي تلاقي المباراة التانية مش موجود، لا انت عندك فرصة تثبت الناس دي او تثبت العناصر اللي هي بتاعت الفرقة الكبيرة اساسا يعني، وبتضم عليها طبعا اللي هم الناشئين، انما هيبقى في تركيز كامل على اللعيبة اللي كانت موجودة وما بتلعبش. اعتقد ان دي هتدي لمستر موسيماني فرصه كويسه ان يشوف اللعيبه دي بجد في مباراه رسميه زيها زي بطوله الدوري تمام. هيستفيد منها ويحط طبعا ايده على العناصر اللي ممكن، لان احنا برضو باصين للموسم اللي بعده ولسه المشوار طويل يعني. اكيد كابتن ماهر، يعني غياب مش اقل من 15 ل16 لاعب اساسي طبعا يا محمد، فرصه زي ما حشيش قال، فرصه بالنسبه لمستر موسيماني واللاعبين انك انت بتشاركهم في مباراه رسميه غير المباراه الحبيه، لانها بطوله، فمهم برضك النادي الاهلي انه بيخش كل بطوله عايز يحققها. وبعدين فرصه كمان للجهاز الفني انه يقدر يقيم اللعيبه دي يا محمد، لان في لعيبه ممكن تكون اتظلمت في الفتره اللي فاتت دي، ما بتلعبش بالظبط، مش قادر يقيمها يعني، مش قادر يديها حقها، هل مش قادر يلعبها هل ممكن يروح اعاره ولا يستمر معايا؟ فالنهارده فرصه كبيره جدا للعيبه دي ان هي كمان تثبت وجودها بشكل كبير جدا للجهاز الفني، وتقدر تقول للجهاز الفني ان احنا احق بالمكان دوت، وان احنا منافسين بشكل كبير جدا للعيبه المنتخب اللي جايين. والله قدر بقى، انت ما تضمنش، انت عايز لعيبه جاهزه معاك، ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل في المنتخب النهارده، فيروس كورونا الله قدر بيضرب لعبتنا، اصابات ممكن تحصل، فيبقى انت عندك
لابطال الانديه العالم يبقى عندك بالظبط قوي قبل كاس العالم بالزبط. خلاص على فرصه كبيره جدا لجهاز الفني واللاعبين ان هم يشاركوا في هذه البطوله. انت لو طال تعمل لهم فقاعه قبل كاس عالم انديه يبقى احسن، يبقى في معسكر مغلق خلال الفتره دي، لان ده اكيد مش مستحمل. احنا مهتمين بالجزئيه دي محمد بشكل كبير، يعني الجانب الطبي عندنا صحيح وجهاز فني واللاعبين يعني يعني محافظين على نفسهم بشكل كبير. طيب في اجابه سريعه يا كابتن حشيش، نسبه الاستفاده من كاس الرابطه للتحضير لكاس عالم الانديه في ظل انك لسه مش عارف القائمه اللي هتاخدها معاك، هل من المجموعه اللي في الكاميرون ولا المجموعه اللي تحت ايدك دلوقتي؟ النسبه قد ايه سريعه؟ ده ادعى ان انا اقول لك ان دي فرصه كويسه قوي لو اللعيبه يعني اتاخرت في المجاي واضطريت ان انت كابتن ماهر تلعب بالناس الموجوده، تدفع باللي موجود، فده استعداد كويس جدا جدا للفريق طبعا. يعني كابتن ماهر نفس السؤال، بنسبه فنيه بنسبه 100% 100% 100% ما نضمنش الظروف اللي ممكن تحصل، نكمل ان شاء الله باذن الله. لا ممكن دول اللي يبداوا وبعدين هيبقى عندك هم دول اللي هيبداوا، يعني ممكن هم دول يكونوا معاك في كاس العالم. بالظبط انا بقول لك هم دول اللي هيبداوا ممكن بنسبه كبيره يعني بنسبه كبيره. اولا نتمنى بالتاكيد التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في منافسات كاس الامم في الكاميرون، يوصلوا لغايه المحطه الاخيره يوم 6 فبراير نهائي كاس الامم، يرجعوا بالكاس يا رب ويسعدوا كل الشعب المصري. والفتره الجايه يكون الاهلي كمان عامل تحضيرات جيده لكاس العالم للانديه، سواء تحضيرات لوجستيه اداريه تحضيرات فنيه من خلال مباريات كاس الرابطه اللي بالتاكيد بيتسو موسيماني هيقول عليها كثيرا قبل ارسال القائمه يوم 3 فبراير، في حال اذا لم تحل ازمه تضارب المواعيد ما بين كاس الامم وكاس العالم للانديه. كابتن مرعي امام نورتنا وشرفتنا وسعيد بالحوار معاك. شكرا يا حبيبي، شكرا محمد. نورتنا. كابتن محمد حشيش بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا وحيد، بنتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر في الانطلاقه الاولى ان شاء الله يا رب باذن الله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله يتجدد غدا اللقاء من خلال برنامج السادسه. شكرا والى اللقاء.